نرجع نكمل نشوف انه احنا هنا ضربت الطرفين في الاس زائد واحد في الاس ناقصنا ثلاثة، وحصلت على هذا المعادلة بهذا الشكل. شو راح اسوي؟ عندي هنا ثلاث طرق حتى احلها، هي كليتها نفس الشيء بس لكن الترتيب يختلف. فاول مرة شو راح اسوي؟ راح افتح الاقواس، اوكي، ادخل الاي على القوس الاول والبي على القوس الثاني، فراح يصير عندي بهذا الشكل. اخذ هسه معاملات الاس من هذا الطرف، اسويها لمعاملات الاس من هذا الطرف الاخر. بهذا الطرف شقد عندي معامل اس؟ ثلاثة. بالطرف الاخر شنو عندي معامل اس؟ عندي اي هنا وعندي بي ايضا، اخذها ويا اشاراتها، فصير عندي اي زائد بي، وهذه حتكون المعادلة رقم واحد. اجي هنا للثوابت، شنو عندي ثابت هنا؟ عندي سبعة. اسوي للثوابت بالطرف الاخر اللي هو شنو عندي؟ ناقصا ثلاثة اي زائدا بي، همين عندي انزلها بالطرف الاخر. حصير عندي معادلتين احلها انيا، راح حصل على طبعا معادلتين مجهولين اي وبي، احلها راح حصل بالنتيجة النهائية لانه الاي يساوي لي ناقص واحد والبي يساوي لي يساوي لي اربعة. ارجع اعوضها هنا بهذا الطرف، فراح يساوي لي عندي الاف اوف اس شو تساوي لي؟ يساوي لي ناقص واحد على اس زائدا واحد، وعوض بدل البي رقم اربعة قيمتها اربعة، فيساوي لي زائدا اربعة على اس ناقصا ثلاثة. اجي الطريقة الثانية اللي هو نفس الشيء، اني وصلت لهذا الشكل، من هذا الشكل احلها بثلاث طرق. الطريق الاول قلنا بهذا، افتح الاس الاقواس واجد معاملات اس اساويها بالطرفين، والثوابت اساوي للطرفين حتى احصل معادلات واحلها انيا. الطريقة الاخرى انه هي شنو هي؟ اجي اصفر واحد من المجاهيل. شلون اصفر واحد من المجاهيل؟ مثلا اريد اصفر البي، راح اخذ انه قيمة الاس يساوي لي ناقص واحد، فبهالحالة راح يصفر قيمة البي. ايش راح يبقى عندي؟ فاشوف اقول عند الاس يساوي لي ناقص واحد ايش راح يصير؟ اعوض بالاس ناقص واحد بالمعادلة، فراح يبقى عندي هنا هذا الشكل، حيبقى عندي مجهول واحد الاي، اذا الاي يساوي لي ناقص واحد. الخطوة الاخرى حتى اوجد قيمة بي اصفر اي، حتى اصفر اي اخذ الاس يساوي لي ثلاثة، فاقول عند الاس يساوي لي ثلاثة اعوض قيمة ثلاثة اشوف ايش راح يصير بالمعادلة، فراح يصير عندي هنا ثلاثة في ثلاثة تسعة زائدا سبعة، وراح يكون هنا ثلاثة ناقصا ثلاثة، اذا هذا الحد كله راح يصفر، راح يبقى عندي البي ثلاثة زائد واحد، فراح يصير عندي اربعة بي. هذا صار عندي شكل المعادلة، مجهول واحد اذا احلها واطلع قيمة البي يساوي لي اربعة. اوكي، هما رجعت الى قيمة الاي ناقص واحد وقيمة البي اربعة، ارجع اعوضها. الطريقة الثالثة هي نفس الطريقة الثانية لكن ترتيب، بس مجرد كترتيب. فاجي اقول همينة اصفر البي، فعند الاس يساوي لي ناقص واحد ايش راح يصير؟ راح يصير عندي هذا الحد بهذا الطرف اللي هو ثلاثة اس زائدا سبعة، على شنو؟ على معامل الاي اللي هو اس ناقصا ثلاثة. وينها راح هذا الحد؟ طبعا الصفر لانه اخذته عند الاس يساوي لي ناقص واحد، يعني نفس الطريقة لكن بس مجرد الترتيب يختلف. هسه اجي اعوض بالاس ناقص واحد، واجي اشوف رأسا انه قيمة الاي يساوي لي ناقص واحد. نفس الشيء هنا أنا بالبي، راح اخذ الحد الثابت اللي هو ثلاثة اس زائدا سبعة، هذا الطرف من المعادلة عفوا، اقسمه على معامل البي اللي هو شنو؟ هو اس زائدا واحد. عندي شو وقت؟ عندي الاي تصفر، شو وقت تصفر؟ من الاس يساوي لي يساوي لي ثلاثة، اذا اس ثلاثة. اعوض بالمعادلة واحصل على ان البي يساوي لي اربعة، رجعت نفس القيم. مثل ما قلت ارجع للمعادلة الاصلية الاف اوف اس لهذا الحد، هسه اعوض بدل قيمة الاي ناقص واحد بدل قيمة البي اربعة، صار عندي حدين. هسه هذول اقدر اخذ لهم الانفرس، اعرف انه هذا هو شنو؟ هو هو للاكسبوننشال اس ماينس تي، وهذا الانفرس اللي هو شنو؟ هو اذا طلعت الاربعة خارج فهو واحد على اس ناقصا ثلاثة اللي هو الاكسبوننشال اس ثلاثة تي. اوكي، بهذه الطريقة حيسهل علي الحل بالبارشيال فراكشن. واضحة هنا أنا طلاب اكو اشكال بهذا الشيء؟ استاذة اقدر اني مرات اذا عندي مثلا اكثر من متغيرين، مثلا ثلاث متغيرات سي او دي، استخدم مثلا طريقتين مو الا طريقة واحدة؟ اي تمام، تقدرين طريقتين طبعا، لانه مرات مثلا
هنا ما راح ينطيك الجواب رأسا، فتقدرين تستخدمين هذه الطريقة وبعدين ترجعين على الطريقة الثانية الأولى عفوا، أوكي؟ حتى توجدين المجاهيل. أوكي، تقدرون تستعملون الطريقتين طبعا حسب ما موجود عندكم. أوكي تمام ماشي. هذا بالنسبة للبارشيال فراكشن وشون حليت بطريقة البارشيال فراكشن. أجي هنا أنا نجي هنا أنا عندي طريقة أخرى همنا للتقسيم الحد إلى حدود أخرى. إذا كان القوس المرفوع للأس N، أوكي، إذا كانت الـ F of S، بس رجعنا هذه سووها F of S، F capital of S، بدل الـ F of T اكتبوها F capital S. إذا ساوت لي لأي حد معين خلينا نسميه K على الـ S ناقصا الـ S I أس N، فهنا أنا أخذ هذا الحد أقدر أسوي له مفكوك إله. شو راح أفكه؟ راح أفكه بأول مرة أنطي رمز سي 1 على الأس ناقصا الأس آي للأس 1، بعدين هذا متغير آخر اللي هو سي 3 كقيمة أخرى عفوا على الأس ناقصا أس آي تربيع، وأستمر هيجي بهذا الشكل إلا أن أوصل للأس ناقص أس آي أس إن. هنا أنا شو راح أجي أوجد هاي القيم لمفكوك هذا القوس؟ أبدي من آخر حد بهذه الطريقة، أبدي من آخر حد أوجد قيمته. هذا الحد شي يساوي لي؟ يقول لي السي ان، يعني هسا أريد أوجد السي 1 السي 2 السي 3 إلى السي ان حتى أعوض قيمها على هذه الحدود. أبدي من آخر قيمة اللي هي السي ان، شي يساوي لي؟ يساوي لي اف اوف اس في الاس ناقصا الاس اي. هذا الحد كلي أقدر أعوض بقيمة شنو؟ الكي. ليش؟ لأنه الاف اوف اس شو تساوي لي؟ تساوي لي كي على الاس ناقصا اس اي اس ان. اذا اضرب طرفين في الوسطين فقيمه الكي شو تساوي لي؟ تساوي لي اف اوف اس في الاس ناقصا الاس اي اس ان. فبدل ما اكتب هذا الحد كلي راح اكتب شنو قيمه الكي. اوكي، فاجي هنا انا حتى اوضح، قلنا هذه اكتبها F capital of S، واللي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي هذا الحد اللي هو ال K على ال S ناقصا S I أس N. تمام، فقلنا بدل ما اكتب هذا القيمة ايش راح اكتب؟ قيمة ال K نفسها، لانه ال F of S في هذا القوس يساوي لي ال K. عند الاس شو تساوي لي؟ واعوض قيمها عند الاس يساوي لي اس اي. اشوف ايش قد قيمه الاس اي، اعوض بدل هذا الحد اي اس اعوض قيمتها الاس اي واطلع اوجد قيمه السي ان. اجي هسه للحد الاخر اللي هو سي الان ماينس 1، يعني ابدي من الاخير وتراجعي للقبله والقبله والقبله حتى اوجد القيم. هنا انا هذا ايش راح يساوي لي؟ حيساوي لي المشتقه الاولى لهذا الحد اللي هو نفسه شنو هو؟ الكي، المشتقة الأولى إلى في مضروب في واحد على واحد فيكتوريال، هم أنا عندي الأس يساوي لي أس آي. الحد القبلة شنو هو؟ أخذ المشتقة الثانية، يعني هذا الحد وأخذ له مشتقة أخرى، إذا المشتقة الثانية وأضربه في واحد على اثنين فيكتوريال، عندي الأس يساوي لي أس آي، وهكذا أستمر إلى أن أوصل أول حد الموجود هنا للسي 1. أوكي، هنجي مثلا نشوف هنا شلون اقدر اجده بهذه الطريقة. فقيمة ال F of S يساوي لي S ناقصا واحد على ال S زائدا واحد الأس ثلاثة. اذا هذا شنو يمثل لي؟ هذا هو يمثل لي ال K، هذا يمثل لي ال S، واحنا ماخذي ال S ناقصا ال S I أس N. أس N هذا ال S ناقصا ال S I. اذا ال S I هنا شو تساوي لي بهذه الحالة؟ يساوي لي ناقص واحد، لأنه ناقص الناقص يلا يساوي لي زائد، إذن هو ناقص واحد لأنه بالشكل الرئيسي هو S ناقصا S I. واضح؟ ألاحظ أنه هي إشارة هذا زائد، فشوك تصير زائد عند الأس I يساوي لي ناقص واحد. الآن شو تساوي لي؟ تساوي لي ثلاثة. أوكي؟ إذن هنا أنا راح أفكها، هذا بما يعتبر مثلا السي واحد السي اثنين والسي ثلاثة نفس الشيء، لكن هنا أنا سويتها أي